وإلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وإذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قلب وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله فنعترف بك قليلا انك من اصحابنا من هو قانت الله فلن ساجد وقام لما يحذر الله عبرته ويرجو رحمه ربه فيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين لعلهم يتقون ورحم الله من
متشاكسون ورجل سلم لرجل.